بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. عدنا لحضراتكم مع المناظرة رقم 11 بين الصابئة والحنفاء. قالت الصابئة: طريقنا في التوسل إلى حضرة القدس ظاهر، وشرعنا معقول، فإن قدماءنا من الزمان الأول لما أرادوا الوسيلة عملوا أشخاصا في مقابلة الهياكل العلوية على نسب وإضافات، رعوا فيها جوهرا وصورة، وعلى أوقات وأحوال وهيئات، أوجبوا على من يتقرب بها إلى ما يقابلها من العلويات تختما ولباسا وتبخرا ودعاء وتعزيما، فتقربوا إلى الروحانيات، وتقربوا إلى رب الأرباب ومسبب الأسباب، وهو طريق متبع وشرع ممهد، لا يختلف بالأمصار والمدن، ولا يتسخ بالأدوار والأكوار. ونحن تلقينا مبدأه من عاذيمون وهرمس العظيمين، فعكفنا على ذلك دائمين. وأنتم معاشر الحنفاء تعصبتم للرجال، وقلتم بأن الوحي والرسالة ينزل عليهم من عند الله تعالى بواسطة أو بغير واسطة، فما الوحي أولا؟ وهل يجوز أن يكلم الله بشرا؟ وهل يكون كلامه من جنس كلامنا؟ وكيف ينزل ملك من السماء وهو ليس بجسماني أبصورته أم بصورة البشر؟ وما معنى تصوره بصورة الغير؟ أفيخلع صورته ويلبس لباسا آخر، أم يتبدل وضعه وحقيقته؟ ثم ما البرهان أولا على جواز انبعاث الرسل في صورة البشر؟ وما دليل كل مدعي منهم؟ أفنأخذ بمجرد دعواه، أم لابد من دليل خارق للعادة؟ وإن أظهر ذلك، فهو من خواص النفوس، أم من خواص الأجسام، أم من فعل الباري تعالى؟ ثم ما الكتاب الذي جاء به؟ أفهو كلام الباري تعالى؟ وكيف يتصور في حقه كلام، أم هو كلام الروحاني؟ ثم هذه الحدود والأحكام أكثرها غير معقولة، فكيف يسمح عقل الإنسان بقبول أمر لا يعقله؟ وكيف تطاوعه نفسه بتقليد شخص هو مثله بأن يريد أن يتفضل عليه؟ ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فماذا كان رد الحنفاء؟ انتظروني بعد هذا الفاصل القصير. قلنا لحضراتكم، أجابت الحنفاء بأن المتكلمين منا يكفوننا جواب هذا الفصل بطريقين: أحدهما الإلزام تعرضا لإبطال مذهبكم، والثاني الحجة تعرضا لإثبات مذهبنا. أما الإلزام فقالوا: إنكم ناقضتم مذهبكم حيث قلتم بتوسط عاذيمون وهرمس، وأخذتم طريقتكم منها، ومن أثبت المتوسط في إنكار المتوسط فقد ناقض كلامه وتخلف مرامه. فزادوا هذا تقريرا بأنكم معاشر الصابئة أيضا متوسطون، يحتاج إليكم في التزام مذهبكم، إذ من العلوم أن كل من دب ودرج منكم ليس يعرف طريقتكم ولا يقف على صنعتكم من علم وعمل. أما العلم فالإحاطة بحركات الكواكب والأفلاك وكيفية تصرف الروحانيات فيها، وأما العمل فصنعة الأشخاص في مقابلة الهياكل على النسب، بل قوم مخصصون أو واحد في كل زمان يحيط بذلك علما ويتيسر له عملا، فقد أثبتتم متوسطا عالما من جنس البشر،
وقد ناقض آخر كلامكم أوله، وزادوا هذا تقريرا آخر بإلزام الشرك عليهم، إما الشرك في أفعال الباري تعالى، وإما الشرك في أوامره. أما الشرك في الأفعال فهو إثبات تأثيرات الهياكل والأفلاك، فإن عندهم الإبداع الخاص بالرب تعالى هو اختراع الروحانيات ثم تفويض أمور العالم العلوي إليها، والفعل الخاص بالروحانيات هو تحريك الهياكل ثم تفويض أمور العالم السفلي إليها، كمن يبني معمله وينصب أركانا للعمل من الفاعل والمادة والآلة والصورة، ويفوض العمل إلى التلامذة. فهؤلاء اعتقدوا أن الروحانيات آلهة والهياكل أرباب، والأصنام في مقابلة الهياكل باتخاذ وتصنع من كسبهم وفعلهم. فألزم أصحاب الأصنام أنكم تكلفتم كل التكلف حتى توقعوا حجرا جمادا في مقابلة هيكل، وما بلغت صنعتكم إلى إحداث حياة فيه وسمع وبصر ونطق وكلام. أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ أوليست أوضاعكم الفطرية وأشخاصكم الخلقية أفضل منها وأشرف؟ أوليست النسب والإضافات النجومية المرعية في خلقتكم أشرف وأكمل مما رأيتموها في صنعتكم؟ أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون؟ أولستم تحتاجون إلى المتوسط المعمول للقضاء الحاجة إما لجلب نفع أو دفع ضر؟ فهذا العامل الصانع أقدر، إذ فيه من القوة العلمية والعملية ما يستعمل به الهياكل العلوية ويستخدم الأشخاص الروحانية. فهل ادعى لنفسه ما يثبت بفعله في جماد؟ ولهذا الإلزام تفطن اللعين فرعون حيث ادعى الإلهية والربوبية لنفسه، وكان في الأصل على مذهب الصابئة، فصبع عن ذلك ودعا إلى نفسه فقال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. إذ رأى في نفسه قوة الاستعمال والاستخدام، واستظهر بوزيره هامان وكان صاحب الصنعة، فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. وكان يريد أن يبني صرحا مثل الرصد فيبلغ به إلى حركات الأفلاك والكواكب وكيفية تركيبها وهيئاتها وكمية أدوارها وأكوارها، فلربما يطلع على سر التقدير في الصنعة ومآل الأمر في الخلقة والفطرة، ومن أين له هذه القوة والبصيرة؟ ولكن اعتزاز بنوع فطنة وكياسة في جبلته، واغترار بضرب إهمال في مهلته، فما تمت لهم الصنعة حتى أغرقوا فأدخلوا نارا. فحدث بعده السامري وقد نسج على منواله في الصنعة حتى أخذ قبضة من أثر الروحاني، وأراد أن يرقى الشخص الجمادي من درجته إلى درجة الحيواني، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، وما أمكنه أن يحدث فيه ما هو أخص أوصاف المتوسط من الكلام والهداية. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ فانحصر في الطريق حتى كان من الأمر ما كان، وقيل: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ويا عجبا من هذا السر، حيث أغرق فرعون فأدخل النار مكافأة على دعوى الإلهية لنفسه، وأحرق العجل ثم نسف في اليم
مكافأة على إثبات الإلهية له، وما كان للنار والماء على الحنفاء يد الاستيلاء. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ولأم موسى، فألقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك. هذه مراتب الشرك في الفعل والخلق. ويشبه أن يكون دعوى اللعينين نمرود وفرعون أنهما إلهان أرضيان كالآلهة السماوية الروحانية، دعوى الإلهية من حيث الأمر لا من حيث الفعل والخلق. وإلا ففي زمان كل واحد منهما من هو أكبر منه سنا وأقدم في الوجود عليه، فلما ظهر من دعواهما أن الأمر كله لهما فقد ادعيا الإلهية لنفسهما. وهذا هو الشرك الذي ألزمه المتكلم على الصابئ، فإنه لما ادعى أنه أثبت في الأشخاص ما يقضي به حاجة الخلق فقد عاد بالتقدير إلى صنعته ووقف بالتدبير إلى معاملته، فكان الأمر بأن هذا الفعل واجب الإقدام عليه وهذا واجب الإحجام عنه، أمرا في مقابلة أمر الباري تعالى، والمتوسط فيه متوسط الأمر. كان شركا إذ لم ينزل الله به سلطانا ولا أقام عليه حجة وبرهانا، كيف وما يتمسك به من الأحكام مرتبة على هيئات فلكية لم تبلغ قوة البشر قط إلى مراعاتها. ولا يشك أن الفلك كله يتغير لحظة فلحظة بتغير جزء من أجزائه، تغير الوضع والهيئة بحيث لم يكن على تلك الهيئة فيما سبق، ولا يرجع إلى تلك الحالة فيما يستقبل. ومتى يقف الحاكم على تغييرات الأوضاع حتى تكون صنعته في الأشخاص والأصنام مستقيمة؟ وإذا لم تستقم الصنعة فكيف تكون الحاجة مقضية؟ ومن رفع الحاجة إلى من لا ترفع الحوائج إليه فقد أشرك كل الشرك. وأما الطريق الثاني فإقامة الحجة على إثبات المذهب، ولمتكلم الحنفاء فيه مسلكين، أحدهما أن يسلك الطريق نزولا من أمر الباري تعالى إلى سد حاجات الخلق، والثاني أن يسلك الطريق صعودا من حاجات الخلق إلى إثبات أمر الباري تعالى، ثم تخرج الإشكالات عليهما. أما الأول فقال المتكلم الحنيف قد قامت الحجة على أن الباري تعالى خالق الخلائق ورازق العباد، وأنه الملك الذي له الملك والملك، والمالك هو أن يكون له على عباده أمر وتصريف، وذلك أن حركات العباد قد انقسمت إلى اختيارية وغير اختيارية، فما كان منها باختيار من جهتهم فيجب أن يكون للمالك فيها حكم وأمر، وما كان منها بلا اختيار يجب أن يكون له فيها تصريف وتقدير. ومن المعلوم أن ليس كل أحد يعرف حكم الباري تعالى وأمره، فلا بد إذن من واحد يستأثره بتعريف حكمه وأمره في عباده، وذلك الواحد يجب أن يكون من جنس البشر حتى يعرفهم أحكامه وأوامره، ويجب أن يكون مخصوصا من عند الله عز وجل بآيات خلقية هي حركات تصريفية وتقديرية يجريها الله على يده عند التحدي بما يدعيه، تدل تلك الآيات على صدقه نازلة منزلة التصديق بالقول. ثم إذا ثبت صدقه وجب اتباعه في جميع ما يقول ويفعل، وليس يجب الوقوف على كل ما يأمر به وينهى عنه، إذ ليس كل علم تبلغ إليه قوة البشر.
ثم الوحي من عند الله العزيز يمد حركاته الفكرية والقولية والعملية بالحق في الأفكار والصدق في الأقوال والخير في الأفعال، فبطرف يماثل البشر وهو طرف الصورة، وبطرف الوحي يوحى إليه وهو طرف المعنى والحقيقة. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، فبطرف يشابه نوع الإنسان، وبطرف آخر يماثل نوع الملائكة، وبمجموعهما يفضل النوعين حتى تكون بشريته فوق بشرية النوع مزاجا واستعدادا، وملكيته فوق ملكية النوع الآخر قبولا وأداء، فلا يضل ولا يغوى بطرف البشرية، ولا يزيغ ولا يطغى بطرف الروحانية، فيقرر أن أمر الباري تعالى واحد لا كثرة فيه ولا انقسام له، وما أمرنا إلا واحدة، غير أنه يلبس تارة عبارة العربية وتارة عبارة العبرية، والمصدر يكون واحدا والمظهر متعددا، والوحي إما الشيء إلى الشيء بسرعة فيلقي الروح الأمر إليه دفعة واحدة بلا زمان كلمح البصر، فيتصور في نفسه الصافية صورة الملقاة كما يتمثل في المرآة المجلوة صورة المقابل، فيعبر عنه إما بعبارة قد اقترنت بنفس التصور وذلك هو آيات الكتاب، أو بعبارة نفسه وذلك هو أخبار النبوة، وهذا كله بطرفه الروحاني. وقد يتمثل الملك الروحاني له بمثال صورة البشر، تمثل المعنى الواحد بالعبارات المختلفة، أو تمثل الصورة الواحدة في المرايا المتعددة، أو الظلال المتكثرة للشخص الواحد، يكالمه مكالمة حسية ويشاهده مشاهدة عينية، ويكون ذلك بطرفه الجسماني. وإن انقطع الوحي عنه لم ينقطع عنه التأييد والعصمة حتى يقومه في أفكاره، ويسدده في أقواله، ويوفقه في أفعاله. ولا تستبعد معاشر الصاغئة تلقي الوحي على الوجه المذكور، ونزول الملك على النسق المعقود، وعندكم أن هرمس العظيم صعد إلى العالم الروحاني فانخرط في سلكهم، فإذا تصور صعود البشر فلما لا يتصور نزول الملك؟ وإذا تحقق أنه خلع لباس البشرية فلما لا يجوز أن يلبس الملك لباس البشرية؟ فالحنفية إثبات الكمال في هذا اللباس، أعني لباس الناس، والصبوة إثبات الكمال في خلع كل لباس، ثم لا يتطرق ذلك لهم حتى يثبتوا لباس الهياكل أولا، ثم لباس الأشخاص والأوثان ثانيا. ولقد قال لهم رأس الحنفاء متبرئا عن الهياكل والأشخاص: إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وأما الثاني فهو الصعود من حاجة الناس إلى إثبات أمر الباري تعالى. قال المتكلم لحنيف: لما كان نوع الإنسان محتاجا إلى اجتماع على نظام، وذلك الاجتماع لن يتحقق إلا بحدود وأحكام في حركاته ومعاملته، يقف كل منهم عند حده المقدر له لا يتعداه، وجب أن يكون بين الناس شرع يفرضه، شارع يبين فيه أحكام الله تعالى في الحركات وحدوده في المعاملات، فيرتفع به الاختلاف والفرقة ويحصل به الاجتماع والألفة. وهذا الاحتياج لما كان لازما لنوع الإنسان ضرورة، يجب أن يكون المحتاج إليه قائما ضرورة، بحيث تكون
تكون نسبته إلى نسبة الغني والفقير والمعطي والسائل والملك والرعية، فإن الناس لو كانوا كلهم ملوكا لم يكن ملك أصلا، كما لو كانوا كلهم رعايا لم تكن رعية أصلا، ثم لا يبقى ذلك الشخص ببقاء الزمان، وعمره لا يساوي عمر العالم، فينوب منابه علماء أمته، ويرث علمه أمناء شريعته، فتبقى سنته ومنهاجه، ويضيء على البرية مدى الدهر سراجه، والعلم بالتوارث، وليست النبوة بالتوارث، والشريعة تركت الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء. أما عن المناظرة رقم 12 بين الصابئة والحنفاء، انتظروني بعد هذا الفاصل القصير. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.